فيكم، معك فهد الشيح. انا الحين موجود في الرياض في حدث لعبه سكرو، قاعد اجيب لكم اياها زي ما تشوفون. ما في مقدمات، ما اعوركم راس معاكم. اللعبه زي ما تشوفون هذه قدامكم، تو قاعد لعبه تنبني، لعبه يعني قاعد القصه حقها قاعد تنبني شوي شوي. بدات اللعبه ما اعطاني سيف، والحين خلوا يدي تنبني، اعطاني قصدي بيدي شيء احطه. اوكي، هذا بالضبط نفس البونفاير، نفس فكرته، بالضبط نفس فكرته، انه لما تاخذ يريحك يسوي لك هيل وكل شيء، لكن بنفس الوقت يرجع لك الاعداء يسوي ريست لهم. فزي ما قلت لكم ماخذ اشياء كثيره من العاب سولز، وفي نفس الوقت ماخذ اشياء كثيره من العاب تنشو. وهذا شيء طبعا اكثر شيء يميز اللعبه الهوك اللي هو اليد هذه حقته، ارميها جدا سهل، بس زر واحد ما في شيء تحدد، هو اوتو تارجت يريحك. ما متعود لسه على حسابة النقزه هذه، بس مع الوقت لازم تتعود عليها يعني. واو، العالم جدا جميل زي ما تشوفون، تحس من جد زر واحد يا سلام بسلاسه وكل شيء. هذا برضه هنا يقول لك بون فاير، حلو. طبعا هذا البون فاير برضه ينفع يصير شو اسمه فاست ترافل، يعني برضه تستخدمه يرجع لك الهيل، وايضا فاست ترافل. صدقوني العاب فاست ترافل مرت في كزمه. شوف هذا ما شافني الحين، خلينا نجي يعطيه اساسينيشن. يو ولد، اوه دم في اللعبه شيء غير طبيعي والله العظيم، والله كلام كبير. ايش العرس اللي وراي ذا؟ تحمسوا. انا انقز على هذا، انقز. عاد هلا حماس. في فجأة كذا المطعم الايفنت قام يسوون طبل زي ما تسمعون. المهم خلينا نركز باللعبة. اوه لا 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 لا، مين هذا؟ اوكي هذا لوت اخذ منه برضه اذا طاح الانمي. اوكي تاخذ لوت من الانمي طبعا يطيح بتقريبا فل. اوكي ارقى فوق. اي افا. اوكي الحين شاف هذا واحد مع سنايبر جنني. ف اوكي واو بزر واحد. ها شوف هذاك هو، خذ. بس ما هذا حق سنايبر هو؟ لا نرقى هنا. لا مو هو حق السنايبر. اوكي نبي ندور حق السنايبر هذا، وينه؟ وينك يا سنايبر؟ لولو. اوكي طحت من فوق ولا جاني شيء، كويس حلو. معناته انك تطيح من فوق ولا يجيك شيء. وتز مره يفك ازمه. طيب انا بس ابي اعرف حق السنايبر وينه. وهذا اللي ذبحته تاخذ اللوت حقه، يكون زي القروش كذا عليه، عارف انه هنا في لوت تاخذه، هنا في ايتم ناخذه. ايش هذا؟ تفضل. اوكي ما دام الموسيقى خفت معناته ان الناس ما قاموا يشوفوني، فرجع عنصر الستلث، رجع الحين قاموا يشوفوني. يا ربي ايوه شو اوه والله يخرب بيتك نفضني وانا بالجو. يو رجع عادي يعني كنا ما صار شيء. ايش هذا؟ اوكي خلاص كمل يا ها اقدر ارجع الحياه الحين. اوكي رجعت الحياه، تعال يا حبيبي. اللعبة الأساسية إنك ترجع الحياة زي ما شفت. فأنت لما تتقاتل ناس زيادة راح تعبي عداد إرجاع الحياة هذا الريزركشن. أو أيضاً تعبيه إذا رحت عند البون فاير. أو مو البون، ما يسمونه هذا اللي عندهم هنا الريستنج بليس. إنك مكان الراحة. إيش في ذا؟ خذ يا عمي، إذا بيذيب. أوكي. جدا متعة التنقل مرة رهيب. ايش هذاك؟ وخر يا عمي بقعد لك انا اسوي. هنا اختار راحة، الحين رجع عداد الريزركشن.
الورده تشوفونها على اليسار على اليمين هذه. هذا عدد ريزركشن، تعرف انك تقدر ترجع الحياه اذا مت مره ثانيه. زي ما تشوفون يد الحين هذه الاليه، بعدين تقدر تركب عليها اشياء واسلحه. هذه الحين اخذت نجمه حق النجوم الشروكن، بس يقول لك روح عند شخص يركب لك اياها، انت ما تقدر تركبها بنفسك. هذا اللي بسويه نفس الوقت. خلينا نحاول نسوي شغل اساسينيشن. شافني؟ سوتر نقص من فوق. عطى دفلكت اديله. تعال دفلكت ثاني. ايوه جلدته يا ولد. قرب يموت، الحين ارجع الحياه. ريزركت، تقدر تموت بعد. ايوه شق هنا. مات، موت ارضف موتك، موت. ايوه شق مره متعه. لسه ما مات. اوكي معطيه دفلك ثاني بعد. يلا لا اوه والله انحشت. دقيقه خلنا نهيل. حلو اي لا هو صديته ما اعرف شلون. تعال لا تهيل. ايوه اديله. يلا فهد يا شت. الله ياخذه. حمت مت. ما يسال اللعبه، ما يسال. اذا تشوف فلوس تنقص اذا مت انت، ينقص النص بالضبط. يقول لك اي شيء تكون ماخذه قبل خلاص يروح منك ما يرجع، لكن يقول لك في طريقه قدام احتمال تفيدك انك ترجع الاشياء. ونقطه ثانيه برضو، لما مت الحين رجعت الايتم اللي اخذته طلعت اني اوريدي اخذته انا، فهذا شيء حلو، بحيث انك ما تقول اوه يا الله راح التقدم حقي. لا، التقدم حقك موجود لسه زي دارك سولز، لكن انك مت، فهمت علي؟ فيروح منك الفلوس، بس هذا رجع مره ثانيه. عنده عنده دائرتين، معناته ان هذا يبغى له مرتين يموت. العلامه اللي طلعت ما تضربت ما تنصد، فيبي لي ابعد عنها زي كذا، سوي دوج. مشكلتي الحين مع اللعبه ان لسه ما تعودت على الامباكت حق السيوف، فمو عارف كيف اجيب التايمنج بالضبط صح. ان شاء الله الحين قمت افهمه صح. مت، الحين برجع الحياه مره ثانيه. اوكي مره ثانيه. اوكي تعال. حلا جي وراه. اوه والله جامد. بيقوم الجلد الحين، اوريك الجلد كيف. يلا يا كلب. قول له شو الدمج؟ ايه الدمج شالك النص. قول له ابو شباب حبيبي قم 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 انا رفرجك. اوه عنده دمين. ايه دمين. تع. ما بقوم ما تخاف، ما مت لسه. ريزركشن الحين. يلا ورورو ويك سما كوي. لازم اعطيه كاونتر صح. ياخذه وراضي يموت. جنني مره. خلاص الموضوع هذا صار بيني وبينه، ما في الفيديو ما يعدي لما افوز عليه ذا. الله لا ذي جنني. وشوف لو افهم قلت لكم مشكلتي مع التايمنج الحين، بس الضرب متى السيف ينضرب واحس فيه انه يضرب. ايوه اعطى كاونتر فهد ركز. اوه بيشوتني كان. اي لا تشوت يا كلب. وش السالفه؟ ما ياخذه. طيب خلونا نكمل. هذا مره صعب، ف لو بقعد عنده بقعد لبكره، فخلنا نسحب عليه ونكمل. اوكي
طبعا اذا ما تعلق المربع كذا ويمشي ويجمع لك يوم يريحك. هذا لعبه ما فيها خريطه فتضيع بسرعه فيها، فلازم تكون تحفظ الاماكن او اقل تتوقع انك طريقك صح. زين الحين اتوقع ان هذا طريقي صح، اتوقع نشوف شو بيصير قدام. اي هذا مدام لا رجعت استهبل. هذه مره لحسه. او شوف في شيء هنا كان. وش هذا الدجاجه؟ وش الدجاجه ذي؟ كنتاكي يا ساتر. كيلوغز معليش بس وش دجاجه يهجم خرعني. ما مشكله. اوكي اوه ايش هذا؟ في شيء هنا. اوه ذياب ذولي اخذهم يا كلب. الذيب ضربه واحده يموت، اخذهم منه كثير. حط شوريكن اهجد يا الا نفضت بالشوريكن. كفو جمع الايتم. اوكي هذا شيء تقطها يعرفون طريقك شيء زي كذا. اي 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 يا شباب اي مو كذا لحظه. في واحد فوق يتفاهم معي اعطاني عين التحدي وانت جاي تبي وساتر يا شو جايني. اوه خلي خلي خلي. اوه شات 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 شات. دقيقة 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 يمكن اقدر اجي من فوق. في طريق فوق؟ اي ثينك سو. من هنا دقيقة. لا لا هو جاء بيجي. تعال 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 خليه يجي. ايوه خليه يجي ما حس فيني. جرب تعال قرب 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 تعال. كم هير كم هير كمان كمون تعال انا هنا. ايوه اه ما صادني. اوكي اجي كذا اعطيه. اوه هذا مساك يمسك. لا يا عمي دقيقه دقيقه. خلو 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 بجي من فوق. اذا هذا زي العب سولز عرفنا وينه 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 وينه. كبر الشباب صديق يا الحبيب. وات ذا وين راح؟ لو سبقني. تعال تعال هنا تعال خذ دوره خذ دوره معي. وينه؟ تعال تعال. يطيح؟ اه ما يطيح. تعال بنقز من فوق اسويها. دقيقه بعد. اوه المصارع ذا. ايوه يلا 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 الحين انقز عليه. وي ما ادري هو طاح. اوه لا 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 مره ثانيه مره ثانيه. وين هذا كذا اخذه مرة ثالثة. لا 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 وش شلوت. تعال 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 لازم انزل تحت على اساس ارجع انا على راحتي. تعال ايش في هذا؟ ايش اكل هيل ذا؟ اوه يلا 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 بسرعة فرصتي فرصتي. المفروض يكون هنا هو. وينه؟ لا لا سريع. أقول شكل بجده بس ما ينفر كذا. تعال 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 أجلدك. تعال تصيح علينا. تعال يا حبيبي كم هي. هذا ما في انسى هذا ما ينصدى لازم بعد عنه. شو أيوة أجلد أجلد. أيوة خذ 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 خذ. الله هو أكبر هبدني. ما جاء ذاك شيء. وش 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 في هذا؟ أيش يبي ذا يا حبيبي؟ ايش تبي انت؟ كيف اللعب؟ والله رهيبه مره بالصعبه والله جالدهم والله محمد. هذا شيء ما ادري شلون تفهم معه. شو مصارع؟ تعال 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 هنا. لقيت جلتش. تعال قولوا له لقيت ترك رهيب. يلا لا 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 والله اسف اقص اسف والله ما عيدها. اي 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 قوم قوم انا ما متت. اوه لا لا عرفت اللي جا قال لي جلتش. تعال تعال والله ماي جاد. اللعبه صعبه حماسيه حماس وصعوبه وسريعه سريعه اللعبه. يعني عرفت اللي جمع لكم اشياء من بلاد بون ودارك سولز وتنشو احط لكم اياها بلعبه واحده. وينه 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 وينه؟ دقيقه خلنا نجرب قلت لهم تكنيكي بتخبى عنه شوي ان شاء الله ما يشوفني ان شاء الله. خلي يروح موسيقى
ونجرب. دي دي موسيقى رهيبة على فكرة. وينه؟ وينه؟ أوه ظلوا. لا 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 مستر إكس لا يرحم والديك. أشوف وجهاني يظل لا يخرع. تعال 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 تعال. Come here come here come here come come. تعال. أيوة. لازم فهد ركز هنا على تركيز عندك. لو اي مسك فريم واحد والله غش فريم واحد يخرب بيته. قم 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 قم. تستهبل علي بشلوت حقك انت. قم قم مسكه تقهر المسكه تقهرني. ماشي للاسف هنا المايك انقطع علي في وانا كنت قاعد اسوي الفيديو فللاسف ما فيه هنا صوت لي انا لكن صدقوني عشان اريحكم ما قدرت افوز على هذا العله ذا الله لا يبارك فيه كان مره قوي وشيال ومزعج ما كان في وقت اني اتدرب معاه اساس اركز في اللعبه كثير لكن لا تخافون باذن الله ان شاء الله راح نشوف نزلت اللعبه راح اسوي لكم فيديو ثاني باذن الله باذن الله ان شاء الله راح يكون في بث على قناتنا برضو نلعب اللعبه هذه قبل ما تنزل تشوفونها معانا لايف فبيصير في شيء حماسي ويعطيكم العافية متابعكم معكم فهد الشيحة لا تنسون زر اشتراك القناة ولا تنسون زر اللايك دعمكم يهمنا مع السلامة.